هذه الأخت تقول امرأة زميلة كانت في السابق ومنذ سنوات مات زوجها ولم تفعل شيء مما أمر الله به من الحداد، وبعد فترة يا شيخ تزوجت من آخر، ماذا عليها؟ المهم تمام العدة 4 أشهر و10 أيام، تمام العدة، فإذا تمت العدة فلها أن تتزوج. والإحداد هي أشياء تتجنبها وقت العدة من ترك الطيب وترك الزينة ولزوم البيت، هذا واجب من واجبات العدة، وليس هو العدة، هذا واجب من واجبات العدة، فإذا أتت به فهي مأجورة وأتت بالواجب، إذا تركته متعمدة فهي آثمة، ولكن العدة صحيح، وإن تركته جاهلة فلا شيء عليها، وإذا مضى وقته انتهى. نعم.